تانية في رأي عام، وآخر فقرة، آخر فقرة اخترناها لكم النهاردة مختلفة ومتميزة في مضمونها وفي موضوعها أيضا. موضوع يمكن أنا بحسد ضيوفي عليه، لأنهم أصبحوا نجوم على شبكات التواصل الاجتماعي، نجوم على اليوتيوب، لأنه استخدموا التطور التكنولوجي اللي حصلان في العالم استخدام رائع، جاب فايدة مش بس يعني فايدة معنوية ويمكن فايدة مادية أيضا، لأنهم أصبحوا نجوم على اليوتيوب. ثلاث أجيال مختلفة النهاردة مشرفيني في استوديو رأي عام، استخدموا هذا التطور التكنولوجي اللي بيقول إنك من خلال فكرة ومن خلال كاميرا تقدر تصبح نجما على شبكات التواصل الاجتماعي على اليوتيوب. أنا برحب بثلاث أجيال من نجوم اليوتيوب، طبعا ليديز فيرست، طبعا ندى فودة، ازيك يا ندى؟ ازي حضرتك؟ ويوسف عاطف، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله كويس. والنجم الكبير عمر عفيفي، ازيك يا عمر؟ لحضرتك. انت عندك كام سنة؟ 13. بقالك كتير بتحط حاجات على اليوتيوب؟ لا، من 5 شهور تقريبا. من 5 شهور؟ عندك كام واحد على القناة بتاعتك؟ 23. كام متابع؟ 23. حلو جدا. طيب تفتكر أول حاجة نزلتها رفعتها على اليوتيوب؟ كان إيه؟ عبارة عن إيه؟ كان فيديو عبارة عن حلم. حلم؟ كنت بتحكي حلم؟ لا، مش بحكي حلم، هو يعني عبارة عن حلم كنا بنجري ورا بعض وفي الآخر صحيت يعني. أوكي، عملته إزاي ده؟ مش فاهم أنا. يعني انا كنت يعني انا واحنا واصحابي بنجري، تمام، في حته كده وقعدنا نجري، بعد كده صحيت يعني كانه حلم ملوش لازمه يعني. حلم ملوش لازمه. طب قول لي انت بتدرس فين؟ يعني في مدرسه ايه؟ في مدرسه السيده خديجه الاسلاميه. سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. الهوايه دي بتاخدك من دروسك، تستغرق قد ايه في الوقت يعني في اليوم مثلا؟ قسمنا اليوم مثلا 24 ساعه، كم ساعه انت بتشتغل بقى على اليوتيوب؟ لا، هو انا الصراحه بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات علشان مشغول في الدراسه او كده، لكن في الاجازه يعني بنزل باستمرار. تمام. طيب يوسف، احكي لي يا يوسف، ايه حكايتك بقى مع اليوتيوب؟ اليوتيوب بدات بفكره عن انا بحب التكنولوجيا جدا، كنت بعشق التكنولوجيا وبعد اتكلم عن التكنولوجيا كتير لاهلي لغايه لما اهلي زهقوا. ففي الاخر جات لي فكره، طيب ليه ما ترفعش فيديو على اليوتيوب وهتلاقي ناس في مخها زيك بنفس اهتماماتها زيك. فاخدت قرار ان انا ارفع فيديوهات على اليوتيوب. بدات الفيديو كان سيء وتصوير موبايل كان، والاضاءه انا شايف ان الاضاءه مختلفه، بس الاضاءه اللي كانت في بيتنا ساعتها كانت صح. اضاءه حلوه. شكرا. الاضاءه اللي عندي في البيت كانت اللي هي كشاف موفر لقطه الكهرباء بتقطع، وكان امكانيات ضعيفه جدا، كان ترابيزه المطبخ فيها كرسي تاني، فكانش في اي امكانيات. برغم كده كانت هذه البدايه، الفيديو كان وحش والفيديو كان جالي عليه تقييمات سيئه، بس الفيديو كان بالنسبه لي هو ده البدايه. هو ده ده كان من سنه ونص تقريبا، او سنتين. سنه ونص. كان ايه اللي خلاك ترفع فيديو على اليوتيوب؟ اللي خلاني ارفع فيديو، اللي انا زي ما قلت في الاول، انا حابب الموضوع، حابب ان انا اكلم كاميرا. موضوع غريب بالنسبه لي، بس في نفس الوقت انا حابب الموضوع يعني بلاقي ناس بتتفاعل معايا عن اهلي اللي هم مش فاهمين انا بتكلم في ايه. فالموضوع بدا معايا كده والحمد لله. ايه موضوع الفيديو اللي انت رفعته؟ الفيديو الاول، فيديو كان ماوس اسمه ريزر ماوس، كان جالي هديه في عيد ميلادي، فجي مع اللابتوب هديه، فقلت بقى اعمل انبوكسنج، افتح علبه الماوس بقى قدام الكاميرا. الفيديو كان عينيا مقطوعه اصلا، وكان فيديو سيء يعني، بس كان هو ده البدايه. طب واخر فيديو رفعته؟ اخر فيديو رفعته كان في حته في مصر فتحت قريب فيها سكينج، فكنت رحت المكان ده وصورت فلوج هناك، فلوج اللي هو ايه اللي حصل في اليوم ده. اوكي. وجاب ارقام كويسه يعني، جاب قرب 300,000 ريتش على الفيسبوك. 300,000؟ واو. فانا حابب موضوع الفلوجز جدا. شايف 300,000؟ كام انت جاب اقصى حاجه، اقصى عدد مشاهدات كام؟ 6,000. 6,000؟ حلو، معقول برضه. انا اول فيديو عندي ما جابش اكتر من 150-200 لغايه دلوقتي. طب اول فيديو كان كام؟ اول فيديو جاب 232 تقريبا. طب والله حلو، حلو جدا، تعديتني. ندى احكي لي بقى قصتك مع اليوتيوب.
قصتي هو انا الموضوع بصراحه بتاع اليوتيوب عموما والحاجات دي بدا عندي كان من صغري، كان زمان جدا. كنت شايفه نفسي ان انا من صغرك من زمان جدا يعني من 30 40 سنه؟ لا مش كبيره قوي كده. طيب لا من زمان جدا. لا يعني اقصد من صغري يعني انا كنت يعني شايفه نفسي ان انا هكون حاجه يعني مؤثره جدا في المجتمع بطريقه ما يعني. فابتدى ان انا كنت بحب جدا مجالات التجميل والبيوتي والعنايه والنصائح الحياتيه وكده، ويمكن انا عشان كنت الاول عايشه بره فاتاثرت شويه باللايف ستايل الايجابي عموما. دولة أوروبية ولا دولة عربية؟ لا أوروبية. أوروبية فين؟ في إيطاليا. إيطاليا حلوة إيطاليا. يعني كنت شايفة فيه اختلاف واضح جدا بين الفكر وال يعني المجتمع عامة، فكنت حابة إن أنا أنقل الإيجابيات دي بطريقة معينة بسيطة وأسلوب كده ممتع وسهل وخفيف يعني دمه خفيف، بحيث إن يعني أفيد أكتر عدد من الناس. وبرضو أنا بحب جدا التصوير والمجال برضو الإعلامي وكده. فيعني جيت الاول كنت بتابع اليوتيوب يعني اجانب وكده، وبعدين لقيت في بعض الناس من الخليج دخلوا. بعدين قلت طب فين المصريين يعني ما فيش حد يعني موجود لسه، كان حوالي مثلا 2 أو 3. فيعني حبيت ان انا ليه ما استغلش الموضوع ده يعني افيد الناس وانشر الافاده وكده بطريقه برضو بسيطه. فمن هنا يعني ابتدت موضوع اليوتيوب، بدات برضو بحاجات بسيطه جدا وواحده واحده ابتديت اتطور، لان انا عندي هدف عايزه القناه تكون يعني حاجه مشرفه جدا يعني، وحاجه تمثل مصر بصوره كويسه في مجتمع اليوتيوب عموما يعني. وانت بتتكلمي احنا بنعرض يعني اجزاء من الحاجات اللي انت عملتيها على اليوتيوب ده. انت دلوقتي بتعملي ايه؟ كنت بتعملي ايه في اللقطه دي؟ هو انا بعمل القناه يعني متنوعه، هي لايف ستايل عموما، في حاجات تجميل وفي حاجات برضو وصفات واعمال يدويه. طب اكتر حاجه بتيجي لك عليها تعليقات ايه بقى؟ الوصفات التجميليه اكيد. والله هو كتير بس يمكن الوصفات التجميليه ومجال البيوتي اكتر حاجه بتيجي عليها تعليقات. طب هو انت دراستك قريبه من المجال ده؟ لا انا دراستي ألسن. ألسن وبتدي الناس نصايح في الوصفات التجميليه؟ ما انا برضو يعني انا الاول كنت حاطه هدف ان انا عايزه اشتغل بمجالي برضو، وانا كنت على فكره عايزه ادخل ألسن او اعلام يعني. الاول دخلت يعني جه الحظ يعني في ألسن وكده، بس انا برضو بحب اللغات جدا يعني، وكان المفروض انا عايزه اشتغل بالمجال بتاعي. بس بعدين يعني جيت اتجوزت وكده، فطبعا موضوع الشغل كان صعب شويه، فده برضو يعتبر انا بصراحه شايفاه حاجه ايجابيه، لان هي ادتني فرصه اعرف انا فعلا موهبتي فين او مجال الحاجه اللي انا بحبها وفيها شغف ايه. وهي لقيتها فعلا التصوير والشغل المونتاج والمجالات التجميليه، فحبيت ان انا ادمج ده كله يعني، شفت اكتر مجال اقدر اثر فيه بالناس ازاي وكده، ويكون يعني يوصل باسلوب سهل وبسيط شويه. فيعني ابتديت بقى موضوع اليوتيوب ده ان شاء الله. طب انت ابتديتي من امتى تقريبا؟ من سنتين ونص تقريبا. سنتين ونص كنت متجوزه ساعتها؟ كنت متجوزه. طب جوز حضرتك يعني ايه كان رد فعله لما يعني شاف مثلا اول فيديو نزلتيه على رفعتيه على اليوتيوب؟ لا هو بصراحه جوزي يعني الله يكرمه يعني، بصراحه هو من اكتر الناس او اول الناس اللي فعلا شجعوني ودعموني وما زال الى الان يعني بيدعمني جامد جدا. هو شايف حلمي يعني وشايف. طب ده ما بياخدكيش من شغل البيت وكده؟ والله هو في الاول كان صعب ان انا يعني انظم بين موضوع القناه وموضوع شغلها وكده والبيت، بس ابتديت ان انا اظبط شويه الى الان يعني، او حاليا دلوقتي الحمد لله الموضوع احسن من الاول بكتير. طبعا يعني الموضوع صعب شويه بس محتاج تدريب ومجهود وكده، ويعني بقسم وقتي على قد ما اقدر يعني. تمام هرجع لك مره ثانيه، بس خلينا نتكلم مع عمر شويه. عمر انت اول فيديو عرضته على اهلك في البيت قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لي حلو وشجعوني يعني. شجعوك؟ طب واصحابك في المدرسه برضه نفس الحكايه شجعوني؟ طب ايه المواضيع اللي انت بترفعها دايما يعني؟ هو يعني برانكس، مقالب ولوجات وتحديات وحاجات من دي. ايه اكتر مقلب كده خد نسبه مشاهده؟ اكتر مقلب لا مش فاكر الصراحه. مش فاكر. طب حد مثلا بيقول لك من صحابك عمر اعمل لنا فيديو كده مثلا عن كذا وارفعه لنا على اليوتيوب، يطلب حاجه معينه منك؟ في زي ايه مثلا؟ مثلا يطلب يعمل لي تحديات انه ياكل خمس قرون فلفل مثلا. خمس قرون فلفل؟ انت اللي تاكل الفلفل ولا هو اللي ياكل الفلفل؟ لا احنا الاثنين. انتوا الاثنين وتصوروا بعض؟ او تصوروا نفسكم وانتوا بتاكلوا الفلفل وترفعوا على اليوتيوب. طب ده حصل فعلا؟ لا الصراحه علشان اتفقنا بس ما عرفناش نصوره، علشان نبقى المدرسه الصبح ولازم ندخل بدري وكده. طب ايه الفكره اللي انت في بالك دلوقتي انك انت تصورها مثلا بكره ولا بعده؟ فلوج. فلوج عن ايه؟ يعني المدرسه، اليوم كله بقى.
تمام. برضو ارجع لك يا يوسف. اوكي. يعني مجال يعني اهتماماتك هل فقط هينحصر في الفيديوهات اللي انت بترفعها على اليوتيوب؟ يعني هل هتختار مجال دراستك في الجامعة يعني قريبة شوية من ده؟ اوكي. انا في كمبيوتر ساينس، الناس اللي مش عارفة. بصراحة انا بدأت مجال كمبيوتر ساينس كنت حابه جدا، وما زلت لغاية دلوقتي انا معجب بالمجال. يعني هو مجال حلو جدا وفي شغل في مصر كويس، وهو مش معتمد حتى على مصر، ممكن تشتغل اونلاين وكل ده. بس الفيديوهات قدمت لي حاجة مختلفة من الاستمتاع، بمعنى ان الدراسة انت بتفهم، بعد كده بتاخد وقت قوي عشان تطبق، بعد كده بتاخد وقت اطول كتير قوي عشان تبدع او تكريت حاجة. الفيديوهات انت بتوصل لستاب اللي فوق على طول، ان انت بتبدا تبدع على طول، او بتبدا تعمل الستاب بتاعت الكرييشن. فبالنسبة لي الفيديوز قدمت لي فرص كتير قوي في شركات شغل، فيديوز في شركات انتاج، في غيرها. بتشتغل فعلا؟ بشتغل في كذا مكان بجانب اليوتيوب، عشان بالنسبة لي اليوتيوب ده هو اللي دخلني، فبصراحة مش قادر اسيبه. كويس. الحمد لله الحمد لله. اكيد مش زي التلفزيون يا استاذ عمرو. بس لا، بس الحمد لله يعني انا مبسوط جدا بيه، وفي فرص كل يوم وتاني فرص بيفتح. طب جميل جدا. وشغلك اللي انت بترفعه على اليوتيوب بيجيب لك فلوس؟ اكيد بيجيب فلوس، بس لا تقارن. لو هنقول مثلا ان انا باخد دولار من اليوتيوب، فانا بالمعدل يعني ممكن اخد 100 دولار على نفس الشغل ده لو قدمته في حته ثانيه. فاليوتيوب في مصر بالذات لا، مش بيجيب فلوس خالص، لكن بيفتح فرص، من ضمنها الفرصه اللي انا قاعد مع استاذ عمرو عبد الحميد الشخصيه، عملت انترفيو لبوتين انا قاعد معاها. شرف لي. لا شرف لي. فاليوتيوب بيفتح حاجات زي كده، فهي دي الفكره يعني. لكن هل هو بيجيب فلوس؟ لا ما اعتقدش يعني بيجيب فلوس تكفيه. مش عارف، بتبص لك كده ندى وبتبتسم. بيجيب فلوس ولا لا؟ مؤيده في الكلام ده بصراحه يعني. انا يعني بصرف على القناه اكتر ما باخد بكتير جدا، بكذا ضعف يعني. هو جوزك اسمه؟ نعم. جوز حضرتك اسمه؟ اسمه اسامه. يا اسامه خلي بالك من جيبك يا اسامه. طيب يعني بتفكري انك في يوم من الايام تكسبي من اليوتيوب؟ يعني دلوقتي انت بتصرفي على القناه بتاعتك. تمام. بتفكري انك انت تكسبي منها؟ هو بيفكر ولا ده مش هدف؟ بس لا، هو بص حضرتك برضو، انا الهدفي بالنسبه له القناه بتاعت اليوتيوب ده حاجه مبدئيه. يعني انا ناويه ان شاء الله الموضوع يبقى اكبر من كده بكتير. ازاي اكبر من كده؟ ناويه باذن الله ان يكون في يعني استوديو مثلا خاص للتصوير، اكتر الكونتنت يعني او المحتوى اللي انا بقدمه. برضو ان شاء الله يكون في فريق عمل معايا، يكون في برضو يعني من ضمن الخطط اللي انا حاطاها المستقبليه ان يكون في براند معينه سكين كير تكون باسمي او كده، تكون مصريه وحاجه يعني محترمه جدا ومشرفه، برضو تنافس الحاجات اللي هي المنتجات الاجنبيه اللي هي الناس كلها بتتوهم بيها. فانا حابه ان يكون في حاجه مصريه زي كده. برضو يكون في يعني خطط تانية ومجالات تانية منفتحة أكتر. يعني هي اليوتيوب بالنسبة لي برضو زي ما يوسف قال كده، هي كربحيا مش هي الأساس، ما نقدرش أبدا نعتمد عليها يعني. فهي تعتبر يعني زي حاجة لنشر الإفادة، وبرضو يعني في تأثير منها فعلا قوي، وأنا بيجي لي التعليقات فعلا إيجابية كلها جدا الحمد لله، بيتأثروا بيا ويعني بديهم زي إلهام أو تشجيع. يعني أنا برضو من ضمن الرسالة اللي أنا حابة أقدمها من القناة، حابة يكون في زي رسالة كده بوجهها لكل امرأة يعني، خاصة يكون في يعني عايزة أقول لهم إن هم يكونوا مؤثرين في المجتمع. يعني مش شرط إن أنا خلاص يعني اتخرجت أو اتجوزت خلاص ده كده آخري، يعني أنا ممكن أكون ناجحة جدا في البيت وفي مجال العائلي بتاعي، وبرضو مجال تاني يكون مهني أو في يعني في نفع وفي تأثير في المجتمع فعلا يعني. تمام، كلام زي الفل والله. الله يخليك. طيب معانا هنا. هنا ولا هلا؟ هنا. مساء الخير يا هنا. مساء النور. انت برضو يوتيوبر مش كده؟ انا يوتيوبر بعلم شغل تعليمي لفن الخرز، اعمال يدويه. هي عباره عن تعليم للخامات المصريه كلها، كله شغل تعليمي للسيدات في البيت، ازاي يعملوا مشاريع صغيره، ازاي يتعلموا باشغال يدويه باسعار صغيره قوي بتكلفه بسيطه، ازاي يعملوا ديكور للبيت. القناه كنت عاملاها عشان الناس تتعلم بس، يعني بدات بعد كده اتطورت ان هي تكبر اكتر، بان بقى ليها مشاهدين وبقى ليها ستات من جميع انحاء يعني العالم كله الحمد لله. يعني ممكن تلاقي ناس من اسبانيا، برتغال،
في كمان عندي من المغرب، وده اكتشفته النهارده لما كنت بكلمهم، عملت بث ليهم، فاجئت ان انا عندي ناس من المغرب كمان. في يعني الحمد لله القناه بقت بالنسبه للناس بيتعلموا وبقت ناجحه الحمد لله. عملتي القناه دي امتى يا هم؟ انا عملت القناه من سنتين. من سنتين. الفكره جات لك ازاي؟ الفكره ان انا كنت على الفيس بعلم الناس عادي خالص، لحد ما هم طلبوا مني ان انا اعمل لهم فيديوهات. بدات اعمل الفيديوهات، لقيت الناس يعني قالوا لي اليوتيوب بالنسبه لهم، انا عندي برنامج في التلفزيون يعني حلقات بسيطه كده بعلمهم فيها فقرات. جت بعد كده لما عملت القناه قالوا لي عايزين فيديوهات اكتر يبقوا بالتفصيل الممل، فبدات بقى اعمل لهم حاجات بالتفصيل الممل، ده بقى تصوير في البيت. دي بتبقى الحلقه قد ايه؟ الحلقه تاخد ساعه. ساعه اوكي. بحيث ان دي اشغال يدويه، الحمد لله رجعنا الحرفه اليدويه، الشغل المصري، كل حاجه خامات مصريه. يعني بقت السيده دلوقتي عندها مشروع من البيت تعمله وبيدخل راس مال ليها. طب المجال بتاعك الاساسي ايه بقى؟ مجال شغلك او دراستك؟ مجال شغلك او دراستك؟ مجال شغلي كله لا، هو كان في حقوق، بس انا يعني ماليش، ما اشتغلتش بيه خالص، وما يعني ما رحتش في المجال ده اصلا. تمام. كل حاجات فنيه، اشتغلت على طول بقى في شغل الفن اليدوي، الاشغال اليدويه وبس، ما عملتش اي حاجه ثانيه. طب وناويه تكملي في رفع الفيديوهات على اليوتيوب؟ طبعا. لا ما ينفعش الناس بتعتمد على الجديد والحاجات الجديده اللي المفروض تتعلمها، فما اعتقدش ان انا هسيبهم، ولازم كل مره اخترع لهم حاجه جديده عشان يعرفوا يشتغلوا اكتر ويطلعوا مشاريع اكتر ويعملوا حاجات كتير. يعني بتحصلي على دخل من خلال الشغل اللي بترفعيه على اليوتيوب ولا لسه شويه؟ لا 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 بحصل طبعا، لا 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 بيجي لي دخل من اليوتيوب. دخل كويس؟ لا، وممكن كمان يعني انا بجيب خامات كويسه طبعا، زي وبجيب كاميرات كويسه عشان يبقى التصوير كويس، بس انا بحصل على دخل. لا انا مش هقول مش بحصل على دخل، اصل انا ببص على عمر كويس. عمر دلوقتي عينيه لمعت لما قلت انه بتحصل على دخل كويس، صح يا عمر؟ انا اعرفهم طبعا، دول معانا في جروب مع بعضينا. والله يعني يعني انتوا مع بعض كده في جروب؟ في جروب كده لمين بعضينا فيه، بس اعرفهم كويس جدا يعني. هل صحيح انكم اتكرمتوا من اليوتيوب السنه اللي فاتت؟ اليوتيوب عم لا، هم احنا رحنا في ايفنت، يعني كان في مقابلات لليوتيوب، بس انا كنت في اسكندريه، يعني انا كنت في القاهره الاول ونقلت اسكندريه. وبعد كده بس في اعتقد ندى راحت دبي في مسابقه. لكن انا ما سافرتش صراحه، لكن مش اتكرمنا، اعتبرنا ان احنا اتقابلنا اتعرفنا على بعضينا. طيب. عن طريق اليوتيوب مقابلات يعني. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق يا هنا. شكرا. معانا مين يا جماعه؟ عمر. عمر رأفت، مساء الخير يا عمر. حضرتك ازاي، اخبارك؟ كله تمام؟ منور حضرتك وبمسي على يوسف ودودي وعمر حبايب قد منورين الدنيا. ايه ده، انتوا كلكم عصابه واحده شكلكم. كلنا طبعا من الجماعه في الايفنتات وفي الجروب بتاعنا اللي احنا عاملينه اكيد يعني. تمام، احكي لي يا عمر عن بدايتك مع اليوتيوب. والله انا بدايتي بدات معايا في فيديو كده، يعني كنت قاعد الناس بتقول لي انت ليه مثلا ما بتعملش زي الفيديوهات الكوميديه طالما انت ممثل وعندك الموهبه. فضربت الفكره في دماغي، والله نزلت فيديو الحمد لله في اسبوع جاب 500,000 مشاهده الحمد لله. واو. فبدا الموضوع يتطور معايا الحمد لله، عندي فيديوهات جايبه مليون ومليون و200,000 و2 مليون. انت بتعمل ايه بقى؟ ستاند اب كوميدي ولا يعني؟ لا انا فيديوهاتي كلها كوميديه. بناقش القضايا اللي بتحصل في مجتمعنا المصري بس بشكل كوميدي. خلال كام مثلا؟ كام دقيقة الفيديو؟ قناتي الحمد لله دلوقتي حاليا بيشاهدها 11 مليون. لا انا قصدي كام دقيقة الفيديو؟ كام دقيقة؟ انا بطوح فيديوهاتي من 3 دقايق لخمس دقايق. من 3 دقايق لخمس دقايق، بتختار موضوعاتك ازاي يا عمر؟ والله انا بعمل استاذ عمرو، انا بعمل كل حاجه بنفسي. اختيار الفكره، المونتاج، الاخراج، التمثيل، بحاول اعتمد على نفسي في كل حاجه، لان طبعا ما حدش بيهتم بالحاجه بتاعتك غير نفسك. يعني حتى لما حد يقول لي مثلا هساعدك في مونتاج او حاجه ارد اقول له لا لا، او اكون معاه موجود برضه. تمام.
ايه ايه اكتر فيديو رفعته وعمل نسبه مشاهده عاليه قوي؟ الفرق ان لما تخرج مع بنت وحشه وبنت حلوه. قول لنا طب الفرق ازاي بقى؟ الفرق لما كنت خارج مع بنت حلوه والدي يقابلني في الشارع، بس انا تخيلت بقى بطريقه كوميديه ان هو لما يقابلني مش هيضربني، البنت هتعجبه وياخدها مني ويمشي. اه عموما على فكره مفيش بنت وحشه، كل البنات حلوين يا عمر. طبعا مش هينفع نقول غير كده طبعا. لا هو كده فعلا. طبعا انا مش قادر اتكلم. وبالنسبه للبنت الوحشه، البنت الوحشه لما خرجت معاها قابلني بقى كل اصحابي. كل اصحابي شافوني. عمر مجال دراستك ايه؟ بتدرس ايه او بتشتغل ايه؟ انا مخلص بكالوريوس تجاره بتاع جيد جدا. يا راجل ده صوتك زي صوت عمر اللي معايا في الاستوديو دلوقتي. معلش بقى ما هو انا شكلي صغير، شغل عارف محمد هنيدي بالظبط، السن مش جاي شكله نهائي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا عمر، ومستنيك هنا معانا في الاستوديو في يوم من الايام باذن الله. شكرا عمر رأفت. احنا هنكمل مع الكوكبة من النجوم، نجوم اليوتيوب، بس بعد الفاصل ان شاء الله. انتظرونا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية وفقرتنا عن نجوم اليوتيوب. ندى يوسف عمر برحب بيكم مرة تانية. ندى، والحاجات اللي انت بترفعيها على اليوتيوب يعني في حاجات زيها في القنوات التلفزيونية، المنافسة مش صعبة؟ والله يعني هو سؤال كويس، بس انا هقول لحضرتك انا الهدف بتاعي من القناة او الاسلوب اللي انا متعمدة ان انا اقدمه في القناة يكون يعني اسلوب خفيف جدا، كاني انا صاحبتهم، يعني كاننا اصحاب بنتكلم مع بعض. حتى انا ساعات بحط حتت من الكواليس كده او غلطات بتحصل، ولادي مثلا بيعملوا حاجه بيطلعوا معايا بسيبها مثلا، بحس ان الناس تحس ان هي يعني مرتاحه في الفيديو، يعني مش بتشوف حاجه يعني رسميه شويه، لا اللي هو اسلوب خفيف وكوميدي. وبرده انا بعتمد في المونتاج مثلا، شغل المونتاج عندي والجوده وكده تكون مختلفه شويه، يعني تكون يعني جوده ممتعه، او مثلا اعمل حركات في الفيديو شويه، اعمل شويه شغل في المونتاج، بحيث ان هي يعني اللي يشوف الفيديو يخرج منه مبسوط ومستفيد في نفس الوقت ويضحك شويه برضو يعني. تمام، ده اهم حاجه انه لازم يضحك. اهم حاجه الزمن بتاعنا ده لازم يعني نركز شويه على المساله دي. ضحكونا. طب عمر انت نفسك تطلع ايه؟ انا يوتيوبر. يوتيوبر؟ هو في وظيفه اسمها يوتيوبر؟ لا يعني بتجيب دخل. بتجيب دخل؟ يعني مثلا طب انت لما تروح السجل المدني عشان تطلع بطاقه كده تقول له انا بشتغل يوتيوبر؟ لا طبعا، مش على حسب اطلع يعني ادب ولا علم ولا. اوكي، بس انت خلاص حطيت الهدف ده، يعني لما حد بيسالك بيقول لك انت عايز تطلع ايه تقول له يوتيوبر. طيب يعني ليه طيب مثلا ما تطلعش مثلا مهندس، دكتور، طيار، محاسب، وجنب ده جنب شغلك الاساسي تشتغل ترفع حاجات أنا على اليوتيوب؟ اصلا قبل يعني ما يعني غير اليوتيوب عايز اطلع مهندس ميجاترونكس. بس مساله انك انت تبقى يعني وقتك كله على اليوتيوب ده، يعني متخيل انه هيجيب لك فلوس اكتر؟ لا على حسب، يعني على حسب المشاهدات والاشتراكات وكده. تمام، بتفكر في انك انت تعمل مثلا فيديو يكون مدته مثلا نص ساعة، ساعة، تقدر تعمل ده؟ لا هو صعب. تقدر تتكلم قدام الكاميرا قد ايه يعني مثلا؟ لا قدام الكاميرا اقدر اتكلم كتير، بس المشكلة بعد المونتاج لما اجي ارفع الفيديو يبقى مدته ساعة، فان ايه يعني الساعة بتقعد كتير جدا، يعني لو الفيديو مدته بتمنتج بنفسك؟ نعم؟ بتمنتج بنفسك؟ اتعلمت؟ مين علمك؟ يوتيوب. برضه اخش كيف تمنتج؟ لا كيف دفع المونتاج في برنامج كذا كذا. اوكي والله، طب يعني دي حاجه هايله مش كده يا يوسف؟ طبعا طبعا، فكره اليوتيوب اللي هو علم نفسك بنفسك. فكره اللي هي دي الحاجه اللي شدتني، اللي هو مفيش يعني طبعا مع كل احترامي ليك، بس في ناس كتير هنا بتساعد وكل حاجه. اليوتيوب انت بتعمل كل حاجه، مفيش حد هيساعدك. لو انت عملت حاجه غلط غلطتك، لو انت عملت حاجه كده، في الفكره في اليوتيوب اللي هو انت صاحب القناه، انت ما فيش حد رولز بتقول كده ما تقولش كده، انت تعمل اللي انت عايزه في اي مكان، وفي الاخر بيحدد نجاحك وعدد الناس اللي بتجيلك.
طب لو طلبنا منك انك انت تعمل ترفع فيديو دلوقتي يعني دلوقتي تعمل ايه بقى؟ هطلع اخو موبايل رنا يا جماعه ده موبايل ندى سوري مش موبايلي وهنصور دلوقتي حاجه. صور ايه بقى؟ هتنزل على البيتش نصور انترفيو سؤال لحضرتك يعني تسالني انا. طب ماشي اوكي يعني اوكي يا ريت كده اسئله خفيفه يعني. ربنا يستر. ربنا يستر لك. اوكي هو كده شغال صح؟ اوكي نبدا بعمر. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. اوكي عمر ايه حلمك من قناتك يا عمر؟ ان انا اقدم محتوى ترفيهي للناس ويكون عندي سبسكرايبرز كتير ويعني ان شاء الله مع الوقت يعني ابتدي اتطور والمحتوى يعجب الناس يعني. اوكي اجابه حلوه اجابه حلوه. اوكي ندى محتوى قناتك يا ندى يعني معظمه موجه للبنات، ايه الحاجه في قناتك اللي ممكن تخلي الولاد كمان يعني يدخلوا قوي يعجبوا بالمحتوى ده كمان؟ الاكل. مش عارفه هو صراحه سؤال ذكي يعني لو فكرنا في حاجه ان هي تكون مثلا مشتركه للولاد والبنات هتفيد الاثنين. ممكن نتكلم مثلا عن حبوب الشباب مثلا، في معلومات او مفاهيم كتير غلط متاخده عن الموضوع ده زي مثلا ان الشوكولاته مثلا بتطلع حب شباب. المعلومه دي غلط، هي الحاجه المسؤوله عن يعني حب الشباب في الشوكولاته اللي هي السكريات ومنتجات الالبان، دي الحاجه اللي هي بتعمل زي تهيج كده للحبوب وبتطلعها. برده في الحبوب برضو انواع يعني ممكن حد يجرب حاجه تجيب معاه نتيجه الثاني يجربها تبهدله خالص يعني. فهي الحبوب الشباب دي انواع ليها اسباب كتير جدا، الدكتور طبعا هو اكتر حد يعني يقدر يحدد الحب الشباب ده نوعه ايه او علاجه ايه بالظبط يعني. وانا اللي كنت بتسائل عندي حب شباب ليه. شكرا يا ندى فودة. اوكي ايه ده الدور عليا انا ولا ايه؟ استاذ عمرو ايه ده انا اللي بسال هنا؟ لا معلش معلش اديني فرصتي بقى. اتفضل. اوكي بما ان حضرتك عملت انترفيو مع بوتين ودي حاجة يعني مذاكر كويس لقاء منشذ لي تعالى من كام سنة. طيب ايه اكتر حاجة كنت قلقان منها وانت داخل على بوتين؟ لا هو يعني انا ما كنتش قلقان، القلق اللي هو المبالغ فيه. انا يعني قبل ما ادخل اعمل انترفيو مع اي حد لازم اقلق القلق الصحي، القلق اللي هو بيخليك انك يعني تجيد في الانترفيو وتعمله بالصورة اللي انت عايز انك انت توصل لها. فبالتالي انا كنت محضر له محضر له زياده يعني، لكن عادي جدا زي ما عملت مع بوتين عملت مع شعبان عبد الرحيم هنا ونفس القلق يعني مفيش اي مشاكل. طيب سؤال تاني معلش فرصه سؤال تاني. تحت امرك. طيب انت دلوقتي عملت انترفيو رحت صورت في حتت في اماكن فيها حروب صحيح حاجات تخوف انت يعني كان ايه المشاكل واجهتك مثلا في حته اللي انت بتصور وفي دبابه وراك وممكن في اي لحظه يعني لا قدر الله يعني يحصل حاجه؟ بص هقول لك على حاجه، ده يعني حصل من زمان قوي يعني، وانا دايما بفتكر الكلام ده وبفكر او بتساءل هو انا عملت ده ازاي؟ يعني ازاي مثلا رحت افغانستان، ازاي رحت الشيشان، ازاي رحت يعني اي حاجه فيها ستان رحتها، ازاي رحت جنوب لبنان في حرب جنوب لبنان الى حرب العراق، يعني غطيت مناطق حروب كتيره. لكن ما كنتش بفكر كانت متعه انك انت تشتغل في المناطق الساخنه بتخليك يعني ما تفكرش في حاجه غير كده، حقق ده ليك. اوكي جماعه الفيديو ده هينزل على صفحه البرنامج، ادخلوا تابعوا الصفحه عشان هتلاقوا الفيديو ده هناك. شكرا شكرا ليك يا يوسف وشكرا ليك يا ندى وليك يا عمر، انتم اسعدتونا وادتونا يعني جرعه كده، جرعه تفاؤل وجرعه امل، وكل اللي بيشوفوكم من الاجيال المختلفه، انتم بتمثلوا ثلاث اجيال، اكيد هيهتموا باليوتيوب واكيد هيجربوا من نفسهم انهم يكونوا يوم من الايام زيكم ويحققوا النجاحات اللي انتوا حققتوها على اليوتيوب. شكرا جزيلا ليكم. شكرا كده تنتهي حلقه النهارده من راي عام، نشوفكم بكره باذن الله في نفس الموعد 8:00 مساء بتوقيت القاهره تصبحوا على خير.